وحول ملفّ شح المياه ومواضيع أخرى ينضم إلينا من مبنى البرلمان مراسلنا محمد فراس. محمد، مساء الخير. ضعنا أولا في تفاصيل جلسة البرلمان لهذا اليوم، تفضل. نعم، بعد ساعتين من التأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية في تمام الساعة الواحدة مساء، والتي جاء في جدول أعمالها طبعا المادة الأولى التي هي مخصصة لتأدية اليمين الدستوري، لمن لم يؤدي اليمين الدستوري من النواب الجدد. وأيضا كانت هنالك دعوة من أعضاء مجلس النواب لوزيري الزراعة ووزير الموارد المائية بخصوص خطط الوزارتين وما ستقوم بهما أو ما هي إمكانية الوزارات في إعداد خططهما لهذه السنة، خصوصا أن وزير المالية توعد أو وعد من خلال استضافة هذا اليوم بمفاتحة الجانب التركي لزيادة التخصيصات المالية للعراق. وأيضا هذه جاءت ضمن ما ستكون فيه خطة وزارة الموارد المائية. أما وزير الزراعة فقد أكد على أن خطته لهذا العام ستكون موسعة أكثر وستخدم الفلاح وسيوجه بدعم الفلاح دعما مضاعفا وأكبر من ما كانت عليه في السنوات السابقة حتى تتنشط الزراعة المحلية ويدعم الفلاح ويدعم المحصول الزراعي الوطني العراقي المحلي. كانت هنالك ايضا تقرير ناقش قراءه ثانيه لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامه لسنه 2002 المتخصصه فيه لجنه الخدمات والاعمار. وايضا هنالك في جدول الاعمال تقرير ومناقشه قراءه ثانيه لمشروع قانون الهيئه الوطنيه للرقابه النوويه والاشعاعيه والكيميائيه والبيولوجيه والمتخصصه فيها لجنه الصحه والبيئه لجنه التعليم العالي والبحث العلمي. أيضا المادة الأخيرة مناقشة أيضا قراءة عامة مشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وما هي أولوياتها المتخصصة فيها اللجان، أيضا اللجنة المالية ولجنة الخدمات والإعمار. مجلس النواب مستمر بعقد جلسته النيابية. هذه الجلسة التي تعتبر استضافة الوزيرين أهم ما جاء في جدول أعمالها بحسب وصف أعضاء مجلس النواب الذين كانوا حاضرين داخل الجلسة. أكدوا أن النواب أيضا كانت لهم سعة صدر كبيرة في استقبال المداخلات. طيب محمد، النواب وتوجيه بضرورة دعم هذين القطاعين المهمين. نعم، هل نتوقع يعني أن يتم اتخاذ قرارات في ضوء هذه المناقشات التي أجملتها لنا؟ إنما أبرز ما وعد به وزير الموارد المائية هو مفاتحة الجانب التركي، هذا سيكون بقرار وزاري أيضا، وستكون هنالك مباحثات مستمرة مع الجانب التركي مع الحكومة التركية لهذا الموضوع، خصوصا أن الإطلاقات المائية للعراق خصوصا مائية العراق قد قلت عن ما كانت عليه في السابق. وزارة الزراعة من خلال خطتها ستكون هنالك إجراءات عديدة وخطط مضاعفة أيضا لتعزيز إمكانية الفلاح، كلها ستكون بقرارات ضمن الجداول أو النظم الداخلية للوزارات وما ستكون عليه في الأيام القادمة. الخطة الزراعية خطة مهمة جدا، والفلاح العراقي يترقب اليوم بعد تشكيل الحكومة ما ستكون عليه الخطة الجديدة وما هي القرارات التي ستصدر من الوزير. بالتأكيد ستكون هنالك قرارات مهمة، خصوصا أن أعضاء مجلس النواب أكدوا على ضرورة أن تكون هنالك قرارات فعلية وسريعة من قبل الوزيرين، وزير الموارد المائية ووزير الزراعة في القريب العاجل، حتى تقوى أو يكون هنالك تمكين للقطاعين لقطاع الزراعي ولي تعظيم وتعزيز الموارد المائية للعراق من خلال زيادة الإطلاقات المائية التي ستكون إن نجحت المفاوضات بين الجانبين العراقي والتركي أيضا ستتضاعف في الأيام القريبة. نعم، محمد فراس مراسلنا من مبنى البرلمان، شكرا جزيلا لك.